هنكمل مع بعض في الاستابيليتي للديجيتال كنترول سيستم. في الفيديو السابق اخذنا طريقه الجوري استابيليتي تيست، النهارده هناخد طريقه البايلينير ترانسفورميشن. والبايلينير ترانسفورميشن ان هي ده اسمها، احيانا ليها اسم تاني اللي هو عباره عن اكستنشن للراوس هيروز كرايتيريا. تاني يبقى البايلينير ترانسفورميشن او ليها مسمى تاني اسمه اكستنشن او اكستندد راوس هيروز كرايتيريا للديسكريت داتا سيستمز. اول حاجه بقى بعمل الاف اوف زد عندي اللي هي الكاركترستيك ايكويشن، بشيل كل زد فيها بعوض فيها ب دبليو زائد واحد على دبليو ناقص واحد، بحيث ان زد اللي هو زد بلين، اما الدبليو اسمه دبليو بلين، فبالتالي انا نقلت من زد بلين لدبليو بلين. ووقتها هتبقى المعادله الجديده الناتجه الخاصه بالكاركترستيك اقدر اطبق عليها الراوس هيروث كرايتيريا عادي جدا. بمعنى اول حاجه اعمل كونستراكت راوس تيبل بعد التحويل، بعد كده اعمل تيست الاستابيليتي باستخدام الراوس هيرويتس ميثودز. ناخد مثال، المثال كالاتي، عندي اف اوف زد اهي، تمام، ايا كان اف اوف زد هنا، خلاص بيقول لي ديترماين ديترماين هل الجذور او لا. لو كانت الجذور بتاعت الكاركترستيك ايكويشن موجوده اوتسايد ذا يونت سيركل ان ذا زد بلين ولا لا، يعني هل في جذور موجوده خارج اليونت سيركل ولا لا. يوز باي لينير ترانسفورميشن تيست، ما هو مديك الاسم هنا، لو ما اداكش الاسم استخدم اي طريقه سواء جوري او باي لينير، اما لو اداك الاسم تلتزم بالطريقه المطلوبه. اول حاجه بشيل كل زد من هنا بعوض عنها ب دبليو زائد واحد على دبليو ناقص واحد، اشيل كل زد واعوض عنها بالمعادله دي. تعال نعوض اف اوف دبليو اهي، هتبقى بدل اف اوف زد تبقى اف اوف دبليو، شلت زد هنا تبقى دبليو زائد واحد على دبليو ناقص واحد، الكل تكعيب، نفس النظام مع التربيع مع الزد، خلي بالك المعادله بالشكل ده. عايزين نخلصها يبقى اضرب هنا دبليو ناقص واحد، بص تكعيب ده في المقام اعلى باور وفي المقام، فهضرب المعادله كلها في دبليو ناقص واحد تكعيب عشان اتخلص من المقام. يبقى دبليو ناقص واحد تكعيب دي اعلى باور في المقام، اضرب المعادله كلها فيها في القوس ده عشان اتخلص منه. يبقى دبليو ناقص واحد تكعيب لما اضربها هنا يفضل لي دبليو زائد واحد تكعيب. هضرب المعادله دي تبقى دبليو ناقص واحد تربيع، وانا هضربها في البسط دبليو ناقص واحد تكعيب يفضل لي منها قوس، يبقى دبليو زائد واحد تربيع نزلت ودبليو ناقص واحد موجوده فيها. ليه؟ لان في تكعيب في البسط وفي تربيع في المقام، نفس النظام هتبقى في اس واحد هنا وهتبقى في تكعيب فوق، عشان كده هتبقى دبليو ناقص واحد تربيع، ومعانا دبليو زائد واحد برضه زي ما هي ودبليو زائد واحد هنا تربيع. وهنيجي هنا الحد المطلق ما انساش هضربه في دبليو ناقص واحد تكعيب، دبليو ناقص واحد تكعيب. هبتدي اخلص المعادله دي وافكها، افك دي كلها يدويا واجمع الحدود بعد الفك، والهو تجميع الحدود طلع بالشكل ده. في الحقيقه بقيت معادله بالشكل ده، ده كانها بالظبط اس، يعني اكني بدل الدبليو دي اس بقيت معادله عاديه احلها بالراوس، احلها بالراوس. الراوس تيبل قلنا ان احنا بنفرض بنبدا من دبليو تكعيب تربيع، دبليو الحد المطلق يبقى تكعيب اس 2 اس 1 اس 0. ببتدي اعمل ايه؟ زي ما احنا في شرحنا في الراوس تيبل، اعتبر كل دبليو دي اس، هترجع تاني تذاكر الراوس تيبل بنفس الطريقه. هيبقى دبليو تكعيب هنا احط واحد، اخد اسيب الحد ده، يعني خدت الحد ده اسيب الحد ده واخد الحد اللي بعده، يبقى سالب 36 هنا. نيجي بعد كده في الصف الثاني، الحدود اللي انا سبتها اللي هو الحد ده انزله هنا والحد ده انزله هنا، تمام؟ اجي العنصر ده افكه ازاي؟ افك ازاي؟ اجيب العنصر اللي هنا ده ازاي؟ قلنا بنجيبها كمحدده مقلوبه واقسم على العنصر اللي هقول عليه دلوقتي، هضرب ده في ده ناقص ده في ده، يبقى دي قيمه المحدده مفكوكه مقلوبه، يعني ده في ده ناقص ده في ده، نطلع القيمه، واجي بعد كده اقسمها على سالب 7 اللي هو اقسمها على القيمه اللي طلعت، اقسمها على القيمه اللي هنا دي، تمام؟ هدينا العنصر اللي هنا، خلاص؟ طيب جينا العنصر اللي هنا، العنصر ده المفروض اجي العمود الاول مع العمود اللي بعده، مفيش، يبقى العنصر ده مفيش. هنيجي العنصر ده، العنصر ده يجيبه ازاي؟ بالمحدده اللي فوق منه، يبقى ده بالمحدده اللي فوق منه. بما ان شرحنا قبل كده سابقا المحدده اللي فوق مني دي، طول ما العنصر اللي هنا مش موجود ما تعبش نفسي، اخد السالب 14 اسحبها انزلها هنا. الكلام ده اتشرح في الراوس هيرودس كرايتيريا بالتفصيل. هنبتدي دلوقتي نعمل ايه؟ نبص على اشارات العمود الاول. لما نبص على الساين هنا هنلاقي هنا موجب، هنا سالب سالب سالب. هنشوف التغير في الاشارات، التغير في الاشاره. هنلقى هنا اتغيرت من موجب لسالب، ادي تغير. طب هتقول لي سالب سالب، لا ما اتغيرتش، سالب سالب ما اتغيرتش، التغير الوحيد اللي هو هنا بقت كانت موجب بقت سالب، يبقى في تغير وحيد. بما انها دبليو تكعيب يبقى عندي ثلاث جذور، بما انها دبليو تكعيب يبقى عندي ثلاث جذور،
بما ان عندي تغير وحيد في الاشاره يبقى عندي الجذر، يبقى تاني السيستم انستيبل لان في تغير في الاشاره. يبقى اول حاجه في الدبليو بلين عندي واحد بول ان رايت هاف بلين، سوري التغير الاشاره الوحيد ده معناه ان الجذر ناحيه اليمين في الرايت هاند بلين مش في الليفت حضرات، لا في الرايت خلي بالك. بما انهم ثلاثه واحد يمين يبقى الباقي شمال، باقي شمال. وفي الزد بلين مباشره اللي موجود في الليفت هنا يبقى داخل اليونت سيركل، يبقى اللي في الليفت هنا يبقى ده معناه انسايد يونت سيركل لانه في الليفت يعني ستيبل، اما الجذر ده انستيبل فمعناه اوتسايد يونت سيركل، يبقى في جذر في خارج الدايره. واتضح كده من المثال ان البايلينر ترانسفورميشن تقدر تحدد لي الجذور، عدد الجذور اللي موجود خارج الدايره وعدد الجذور اللي موجود داخل الدايره، لكن الجيرو ستابيليتي تيست ما يقدرش يعمل كده، هو مجرد بس يقدر يقول ان السيستم ستيبل ولا لا، لكن البايلينر ترانسفورميشن يقدر يحدد الستابيليتي بتاعت السيستم وكمان يقول لي الجذور موجوده فين، تمام وعددها. وبالتالي ده فيديو النهارده انتهى.